أهلا بكم مشاهدينا والأخبار الاقتصادية. أكد السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي أن التجارة الثنائية بين العراق وروسيا ارتفعت بنسبة 52% لتصل بذلك إلى 1.4 مليار دولار سنويا على مدار 24 شهرا الماضية. وقال هادي أن بغداد وموسكو ستواصلان العمل المشترك بشأن زيادة التجارة والتعاون في مختلف المجالات. أعلن وزير النفط جبار اللعيبي عن مباشرة وزارته بإنتاج واستثمار الغاز المصاحب من حقل الناصرية في محافظة الدقارة، وذلك بمعدل 50 مليون قدم مكعب قياسا باليوم. وقال اللعيبي أن هذا الإنجاز يمثل خط الشروع تحقيق الهدف المخطط له في الوزارة لاستثمار 200 قدم مكعب قياسي باليوم الواحد من حقول الدقارة، والذي سيحقق خلال الفترة القليلة القادمة بفضل الجهد الوطني للعاملين في الوزارة. شهدت محافظة كركوك افتتاح مطارا مدنيا دوليا بعد تدشينه بهبوط طائرة عراقية، وحضر الافتتاح عدة مسؤولين بالحكومة المحلية ووزير النقل العراقي، وتولت شركة فرنسية أعمال تشغيل المطار، وسيقدم خدماته لمليون ونصف مليون نسمة من أبناء المحافظة، فضلا عن 3 مليون نسمة من مواطني المحافظات المتاخمة لمحافظة كركوك وهي صلاح الدين وديالى وجزءا من نينوى. كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط عدد من محطات تحلية المياه في محافظة البصرة التي تم تسليمها للعراق عن طريق الدول المانحة، ولم يتم تشغيلها منذ إنشائها عام 2006، مما أدى إلى اندثارها وسرقة البعض من أجزائها. الدائرة أكدت أن الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات تتراوح ما بين 1 إلى 48 طنا في الساعة الواحدة، لكنها لم تستغل أبدا. أعلنت وزارة النقل عن استئناف حركة النقل النهري مع إيران، وذلك بعد توقفها ل3 سنوات. الوزارة قالت في بيان أن استئناف نشاط الخط النهري بين الرصيف العاشر على ضفاف شط العرب بالبصرة وميناء خور مشهور الإيراني بعد توقفه ل3 سنوات، مشيرة إلى سعي الوزارة لتفعيل وإشاعة النقل النهري داخل وخارج العراق لأهمية هذا النوع من النقل. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عزم بلاده على زيادة حجم التعاون مع العراق والمساهمة في إعادة الإعمار والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار. وقال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن الأخير استقبل وزير خارجية المملكة الأردنية أيمن الصفدي، وبحسب البيان فقد أكد الجعفري على أن العراق يسعى لتعزيز التعاون التجاري والمشترك مع الأردن في مختلف المجالات. نهاية الأخبار الاقتصادية مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة. هذه عودة للزملاء في الاستوديو.